دابا حنا حدا قنطراس محمد السادس تقريبا ماشي ميتو ديال العلو، كما كانش التقنيه ديال نينجا تيك كيفاش كنتو غادي ديروا؟ باش نقوموا بالمراقبه ديال هذه القنطره والوصول لاي نقطه بغينا مهما كان الارتفاع ديالها، لازم تكون عندنا رافعات معدات ثقيله. هذه المعدات الثقيله كتلزمها مساحه كبيره واللي غادي تاثر على المرور ديال الناس فوق طريق السيار. التقنيه ديال نينجا تيك هي تقنيه اللي كتمشي لنقط معينه في القنطره. شنو هي اهميه مراقبه القناطر؟ جينيرالمون كيكونوا فوق وديان، فوق سكك حديديه ولا فوق طرقان، يعني الا تدهورت الحاله ديالهم ما يمكنناش نعوضهم مؤقتا. لذلك في الشركه الوطنيه للطرق الصينيه بالمغرب كنقوموا بمراقبات دوريه وسنويه وبنينجا تيك باش نعرفوا الحاله ديال هذه القناطر في الوقت ديالها ونتبعوا التطور ديال هذه الحاله على مدار السنين. وهذا التطور كيخلينا نقوموا باصلاحات في الوقت ديالها قبل ما تدهور الحاله ديال هذه القناطر. الطرق السياره بالمغرب سلامتكم اولويتنا المشتركه.